صبرت وطلع عذابي بالرسم. اقسم لك بالله ما بتعبت معناها من تلكو من بين مصبح معناها كل مره بيجيها كل مره كذا. عندي التهاب اعصاب وحصيله من جواهي الكل معناها تعب. نمشي شوي ونقعد نمشي شوي ونقعد نموت معناها انا تو نموت عباره ميت عباره انسان معناها شبه ميت عباره ميت ونتحرك مع العباد. علاش عام لي رام انا مش نعمل لي رام تضربوا عام معناها واحد يعلم به ربي. وصلت نبت الجبانه اتشردت وما نجمش نخدم عائليا لباي في شيره والام في شيره انا ما لقيت بها وين. الله يستركم جه ربي راني حاله خاص لا عندي فساد لا نشرب لا نتكيف لكن انا كل شيء بالفلوس. العباد كي يشوف لها انه عندك قيمتك فلوس انت ماكش كعبد. عندي التهاب اعصاب وحصيله من جواهي الكل معناها تعب ما كذبش عليك. طولت باي الحكايه في تونس معناها كل ما نمشي لاي جهه فهمتي ولا يطولوا باي ويعطلوني فهمت كيفاش وحتى باش نمشي مثلا نمشي للكلينيك يقولوا لي 600 باش نعمل لي ريم وصلت باش نعمل لي ريم قعدت نلم كان في الاوراق ومن جهه لجهه امي في شيره ولبي في شيره في جهه طولت بيا فهمتي الحكايه عباره توا يعني عباره ميت ونتحرك مع العباد يعني في الليل نرقد وفي نرقد ما نجمش حتى المرض نتاعي 30% مزال 30% نتحرك به وعندي زاده بطاقه اعاقه فهمت كيف السبيطار بجاه ربي نحب نفهم السبيطار معناها علاش عام لي رام انا باش نعمل لي رام تضربوا عام معناها واحد يعلم به ربي وما نجمش نخدم كان جيت نجم نخدم فهمت كيفاش وكذا واحد معناها نقول لك لكن هي عطتني عام مش في بالها انا نقدر نخدم تمشي للكلينيك ما عندكش فلوس ما نلقوش لك حل ما كذا من اي جهه في تونس لتو الواقع مر في بعض الحاجات فهمتي لتو ما تبدلناش فيهم وحاسبين روحهم متطورين فهمتي كيفاش عائليا لبي في شيره والام في شيره انا ما لقيت بها وين ناشد نحب نوصل صوتي نحب نوصل باي طريقه هذه تو بطاقه الاعاقه هذه بطاقه الاعاقه معناها من ذوي الاحتياجات الخصوصيه يجيك واحد من ذوي الاحتياجات الخصوصيه سقدوا ولا على الاقل فهمتي ولا معناها ما تطولوش الموعد وتواضع معاه وحسل وما يسالش ويكون حسن الاستقبال وبرشا حاجات فهمت متعذب صبرت وطال عذابي معناها صبرت وطال عذابي بالرسم اقسم لك بالله ما بتعبت معناها من تلكو من بين مصبح معناها كل مره بيجيها كل مره كذا فهمت قعدت نلم كان في الاوراق اش باش نحكي لك معناها نحب يشوفوا لي كيفاش حل اجل وزاره الشؤون الاجتماعيه ولا وزاره فهمتي ولا وزاره الصحه انا تعبت انا نحب يكلموني نجم نحط نمره تليفوني ويتصلوا بي في اقرب وقت جيت لهنا باش نشوف حل جيت من مستير مانيش من هنا انا قاصريني جيت من مستير جيت باش نشوف حل الناشط جاب ربي جابكم ربي انتم بالصدفه الله يرحم والديكم تحب توصلوا لي صوتي المهم يطلع معناها من بعد فهمت تحب نوصل نعمل لي ريم ونعمل تخطيط والاوراق عندي مكدسه في الدار وما لقيتش حتى حل نحب شكون يتواصل معايا تو نحن في دوله مسلمه وحاسبين رواحنا اني زعما فهمتي نسقدوا الحالات فهمتي ولا الحاله بالحاله وكذا انا في وجاي تو كل هذه التربق نرقد في الليل خاصه ظلت تبدا تنفض وتضعف والصباح هذاك هكا الكل عباره باقيت فهمت ما لقيتش حتى حل فالناشد وكذا كل شيء نورمالمون نكونوا خير من غيرنا هاونا صاحبي معايا صاحبي تزيري انا كان نمشي في الجزائر تو نعملوا بلاش تو هكا بيا فهمتي مع اني ولد منطقه عبور حدوديه فهمت لكن انا كل شيء بالفلوس العباد كي يشوف لها انه عندك قيمتك فلوس انت ماكش كعبد معناها قبل كل شيء كوكسوا كان جينا نحن في بعضنا نشوفوا كوكسوا كقيمتنا لبعضنا عبد قبل كل شيء يرى الدنيا ناش على الدنيا طايره كنا من اعز الدول وشعبها هو اللي قاعد الشيء والترابط والتلاحم والتكافل والرحمه نحن دوله مسلمه نورمالمون في بيناتنا الرحمه هكا ولا خاصه تو انا حاله خاصه مانيش ما بين حطني دو بارونتيز بين قوسين اني انا راني من ذوي الاحتياج الخصوصيه وبطاقه اعاقه نمشي شوي ونقعد نمشي شوي ونقعد نموت معناها انا تو نموت عباره ميت عباره انسان معناها شبه ميت يعني انا في الوضعيه وفقير وكذا كل شيء تي ميت خليه يزيد مريض وما عندي شيء لا سكن لا من حتى الفلوس ما عنديش باش ناكل في كرشي قاعد ندور هكاكه نحب نعمل لي ريم وتوسطوا لي وكذا ويكلموني ونحط النمرو على ذمتكم فهمت كيفاش بخاطر باش نزيد انا نوضح اكثر هي
من جهات الكل بطبيعة الحال، لا معناته ومركز على صحتي، نحب نعمل لي ارام وتخطيط ونرجع للطبيب تشخص لي الحاله، ريت استنى فيا طبيب جاي 8 شهور ومازلت ما رجعتش لها، تعملوا لي عام والاخرى ما حبتش تعمل لي، فانت ولا منحه مرشد اجتماعي علاش؟ تو انت داري عليا قريتيني ان نجم نخدم وجاي اقسم لك بلا ما دي كلها تكتك وهذه ها باكيت فانت سقايه ويديا دي تعبت اقسم لك بلا ما تعبوني في دوله تونس، في اليهود نمشي عند اليهود قطوس ويتولهوا به تك تك في نهارين، نحن لهنا فهمت ولا نشوفك بعضنا كفلوس كعبد راك فلوس، ما عندكش فلوس ما نلاقيش حل، برا المسؤول فلاني برا المسؤول فلاني باش تعمل ورقه يدوروك على 1000 بلاصه، ولتو بعض الحاجات لا تبدلنا فيها ولا تحسننا فيها وحسبي روحنا متطورين. إما نكونوا نتكيفوا ونتحابوا في بعضنا، علاش الدنيا فيها موت؟ كان جيت الأخرى الناس الكل تشوف للآخر الدنيا فيها موت، وراني نجم نموت تو ما ندريش على روحي، راي سبحان ربي راي من أعز البلدان في البنية التحتية وما تلقاش حتى واحد محتاج، وصلت نبت الجبانة تشرت كذا طلعت حتى المسامح كريم حتى هي تمشت على روحها قبل قداش لها كذا، مي راني تعبت أقسم لك بالله ما تعبت، باش نحط نمروية اللي هو 24 344 458 هذه النمرو نتاعي، وعندي نمرو اخر 95 226 667. ان شاء الله يعطيك الصحه اخويا، الله يسترك ربي، راني حاله خاص، لا عندي فساد لا نشرب لا نتكيف، لا عندي فساد لا عندي متاع مشاكل اكسيتيرا، الكمال لله قبل كل شيء، خافوا ربي نخافوا ربي في بعضنا، راني حاله خاصه اوفوا مع خويكم، نحب نمشي نخدم وناكل ناكل على الاقل باش ناكل، فهمتني؟ ما حاجتي بحد شيء، التربيه، الاخلاق مش نشكر في روحي، اما ذاك هو الواقع، الذكاء اللي تصوري في بالك، الرجله، قلت وانت سيبيني حتى ما نعرفش باش بالكلام الطيب بالفعل بالموقف هو الكل الطيب، وذاك هو، وما دام في الملك ربي سبحانه، فهمتي ولا؟